بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تسأل وعمري خالد يجيب. وسؤال من ياسمين من مصر. ياسمين بتقول: كان عندي دعوة كبيرة لربنا إن أنا أدخل كلية معينة، دعيت ودعيت ودعيت وفي الآخر ما دخلتش الكلية. أنا زعلانة، ليه ربنا ما استجابليش دعائي؟ مش هو بيستجيب الدعاء؟ فأنا عايز أقول لياسمين كذا حاجة. الأصل ولو بصيتي على حياتك و90% من الدعوات اللي أنت دعيتيها من يوم ما وعيتي إلى اليوم إنها أجيبت، ولما بص على حياتي و90% من الدعوات اللي أنا دعيتها ربنا استجابها، لأن ربنا من أسماء الحسنى المجيب، لأن ربنا وعد باستجابة الدعاء. لكن لازم نعرف شوية حاجات ليه ساعات الدعاء لا يتحقق. فالأصل في الدعاء أنه بيتحقق، و90% من الدعاء أنه هو بيتحقق، وربنا سبحانه وتعالى كريم وخزينه مليانة ومش بخيل وعطاء واسع ورحيم ودود، قريب مجيب. ما قالش مجيب بس، قريب يعني حاسس بيكي ومجيب سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلازم يبقى جواكي يقين حتى مع الدعوات اللي ما استجبتلكيش، وأنا ياما دعوات ما استجبتليش، وياما فلان دعوات ما استجبتلوش، وياما فلان دعوات مستجيب. لازم نبقى عندنا يقين أن الله مجيب الدعاء. خلصنا النقطة دي. إيه بقى الحالات اللي ربنا لا يستجيب فيها دعائك؟ إنك تكوني بتدعي بحاجة شر ليكي وهو سبحانه وتعالى عايز لك الخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هو بيدعي حاجة دي شر، دي لو حصلت لك هتضرك. لو اتجوزتي فلان هيأذيكي، لو دخلتي الكلية الفلانية حياتك هتتدمر. اللي بيصور قدامي دلوقتي كان نفسه يدخل كلية وبيدعي بيها، شاء ربنا ان هو يدخل كلية تانية وهو صديقي وحبيبي، وبعدين عمل ماجستير وبعدين عمل دكتوراه وبعدين بقى ناجح في حياته العملية في كلية تانية وفي حياة تانية وكان رزقه في حتة تانية. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما تعرفيش الخير فين، ده من حبه ليكي يكون ما استجابلكيش. الحاجة التانية انه ليه ما يستجبلكيش؟ لانك طالبة حتة قد كده وهو عايز يديكي حاجة قد كده. فانا كنت بدعي زمان: يا رب افضل ادي دروسي في المسجد بتاع نادي الصيد، اول مسجد ابتديت بيه، ولو كانت استجيبت الدعوة كنت هفضل لسه في نادي الصيد لغاية النهاردة. لكن ابدا، وطلعت بره ولا لا، كانت النتيجة ان انا انطلقت بيه الحياة. عايز اقولك في الاخر ان ربنا ارحم بينا من كل شيء. هتقولي لي: طيب يبقى ما دعيش بعد كده واقول له اختار لي الخير وبس. لا، هو يحبك انك تدعي، لان الدعاء عباده، ولان 90% بيستجاب الدعاء، ولانك في الاخر بتقولي لنفسك: مشيئته هي التي يعني تقود الكون كله. خلي بالك من عدم، انا اسف بقى في الكلمه، من العيب وعدم الادب مع الله. انت ما استجبتش دعائي ليه؟ هو يفعل ما يشاء، هو مالك الملك، والكون كله مقهور بمشيئته سبحانه وتعالى. كل الكون مقهور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بس هو من كرمه قال لكم: لو دعيتوني استجيب ليكم، إلا لو كانت حاجة تضركم. عايزة ايه اكرم من كده؟ تحبيه ولا ما تحبيهوش؟ تفضلي تدعيه ولا لا؟ الدعاء في حد ذاته عبادة. يعني الدعاء اللي انت دعيتيه ده ما راحش هدر، ده تحول لحسنات كبيرة لأنك عبدت الله بدعائك. أنا ساعات أقعد أدعي 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 وبعدين ما يحصلش، أقول يا سلام كل الدعاء ده كان عبادة لله، اللهم لك الحمد، وأكيد الخير في ربنا عايزه. سلمي أمرك لله، كوني مقهورة بمشيئة الله، ارضي عن الله، في الآخر يفعل ما يشاء وهو رحيم كريم ودود. شكرا والسلام عليكم.